مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. أخوتي صباح الخير عليكم. خبر عاجل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 على إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 8533 حالة. إذا أخوتي، مزيدا من الحذر، خصنا نزيدوا نصبروا. كما قلت راه واخا كاينه عمليه ديال التخفيف، واخا كاينه التخفيف، واخا كاين التخفيف، والناس خارجين، يعني، ولكن عاملين الكمامه ديالهم وعاملين المسافه. هادشي طبعا كيفرح وكيبشر بالخير. لان كما قلت 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسجل أقل من 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المسجل حتى الساعة 10 من يومه الخميس 8533. أما الحالات الشفاء، بلغ عدد حالات الشفاء 7570 حالة شفاء، 7570 حالة شفاء. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي، بلغ 355817. إذا كما قلت أخوتي، خصنا نزيدوا نعملوا الاحتياطات ديالنا، وإلا خرجنا نعملوا الكمامة ديالنا، مشينا للسوق، مشينا لشي بلاصة اللي فيها الزحام، ما خصناش نقربوا ليها، ونعملوا المسافة. طبعا كما كتشوفوا الأجواء داخل مدينة الحسيمة أجواء عادية جدا، أجواء عادية جدا بحال الأيام اللي كانت. لان كما قلت اخوتي، خاصنا نزيدوا مازال خاصنا نزيدوا نحضيو راسنا من هاد الفيروس هذا، لانه هاد الفيروس هذا مازال منتشر بيناتنا، مازال كورونا كاينه. اذا خاص، واخا كاين تخفيف، طبعا كاين تخفيف ومشحال من امور، المهم كما قلت كاين تخفيف، ولكن الله يخليكم اخوتي، البلايص اللي فيهم الزحام، البلايص طبعا مشينا للجرده، مشينا، ما خصناش نعمل، ما خصناش نمشيو شي بلاصه اللي فيها الزحام، او الاسواق، او المارشيات، او الحدائق. خصنا نعملوا الكمامه ديالنا ونديروا المسافه. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.